أنا عضوة شريكة بهذا المركز، كان الفكرة من سنتين طالعة معنا أنا وشيرين والأعضاء، وهلأ صار الوقت تحققناها وكل وحدة أخذت اختصاص وبتشتغل فيه. ومن سنتين نحن عم نفكر بهيك مشروع خدمة للإنسانية وخدمة للناس، لأنه بصراحة الناس بسوريا صاروا بأشد الحاجة لهالفكرة هاي. يعني معظم الناس تعبانين نفسياً، معظم الناس متضررين بسبب الحرب، يعني منه جسدياً ومنه نفسياً. فهالخدمة هاي أو هالخدمات اللي راح نقدمها راح تساعدهم كتير بمجال حياتهم وتطورهم على كافة الأصعدة. تم الافتتاح بتاريخ 28 حزيران. بالنسبة للقسم اللي أنا مختصة فيه هو العلاج بالطاقة الحيوية، اللي هو بيجي بالمرحلة الخامسة من الطب الصيني. مثل ما بنعرف يعني بداية كانوا يعملوا مساجات، بعدين استعملوا أعشاب لكل مرض في عشبة، تطوروا أكثر استعملوا أبر صينية فضة وذهب. بالمرحلة الرابعة من الطب الصيني استعملوا أبر صينية صغيرة بيشحنوها طاقة وبيحطوها مكان المنعكس، يعني استعملوها على الكف مثلا، هذا الرأس، هاي الأرجل، هاي اليدين، مثل ما اللوحة هون بالسودجوك، استعملوا أبرة صينية مكان المنعكس وهيك بيتم الشفاء. هلأ اختصاصي أنا هو بيجي بالمرحلة الخامسة اللي هو إسقاط أشعة الطاقة على جسم المريض، يعني بمعنى زبزبات أو تردد موجي بضخه مكان الألم. هاي الطاقة بترفع من مناعة الجسم وبتعمل له قوة لجسم الطاقي، وبالتالي تكون الجسم الطاقي ملتصق بالجسم المادي فبيأثر عليه، فهيك بيحصل الشفاء. يعني هي تقنية شفائية، علاج بدون لمس. الأقسام الثانية كانت علاج مثل مساج نقطي المتعارف عليه، مساج بالزيوت العطرية الطبيعية، كمان هون جهزنا معصرة للزيت بحيث يكون جديد، يعني ما نستعمل زيوت قديمة أو ما نعرف تكوينتها أو اللي اشتغلوها كيف اشتغلوها. فعنا زيوت، عنا أعشاب، مثل عنا مثلا حبة البركة معصرة، مثل عنا بعض الأعشاب الجاهزة وحديثة، يعني ما تكون قديمة، بنعصرها ونستعملها بالمساج، نستعمل زيتها بالمساج. لا نحن عنا حاليا الاختصاصات الموجودة، إن شاء الله بعد فترة راح ندخل اختصاصات أخرى ونكبر مشروعنا أكثر. هلأ حاليا مثل ما ذكرت لك الطاقة، العلاج بالأعشاب، المساج، مساج النقطي ومساج الزيوت، وفي عنا كمان قسم اليوغا، لأنه هي رياضة اليوغا رياضة شفائية، وفي يوغا للوجه كمان بالنسبة للستات، بيفيدهم باسترجاع الشباب والحيوية لبشرتهم ولوجههم. حاليا عم نشتغل على هالنطاق، إن شاء الله بعد فترة رح ندخل أشياء تانية. في عنا سودجوك وروفلوكسولوجي ضمن المساج، يعني استعنا بسريرين، كل واحدة بتشتغل بطريقة مختلفة عن التانية ولكن النتيجة واحدة. هلأ عنا كل قسم له مختصة وخبيرة مشرفة على هذا القسم. طبعا هي كانت ممارسة سابقا هالعلاج ومع شهاداتها وخبرتها، وتضافرت الخبرات وتضافرت القدرات لنعمل هذا المركز. يعني نحن نساء من شمال وشرق سوريا، وحدنا الفكرة هاي نعمل شيء فريد من نوعه، وشيء هو جديد ومنه جديد جديد ولكن يمكن جديد على المنطقة. بصراحة ماديا ما حدا قدم لنا شيء، بس في مجلس المرأة قدمونا ساعدونا كماديا، معنويا كثير ناس ساعدتنا وشجعت الفكرة وقالوا نحن بأشد الحاجة لهيك علوم ولهيك خدمات. وخاصة لما اجوا بالبداية يعني يوم الافتتاح وبعده جربوا جلسة علاج او جربوا جلسة طاقة او مؤازرة او رفع معنوية، ارتاحوا جدا جدا وقالوا يا ريتكم من زمان عاملين هالمشروع. يعني شيء بسيط، ممكن من الهلال الاحمر قدموا سريرين وبعض الادوية من الصحة، يعني شيء بسيط لغير، وإن شاء الله لقدام أكيد أكيد الأشخاص اللي بيحبوا بلدهم وبيحبوا يساعدوا الناس رح يساعدونا أكتر. بس نحن يعني قلنا منبدأ، سواء ساعدونا أو ما ساعدونا نحن مستمرين بمشروعنا، مستمرين بتحقيق هدفنا، يعني رح نساوي شيء يعني يفيد الناس.
يفيد المرضى ويفيد المرأة، يفيد الأطفال، يفيد كل الشرائح، لأنه الفكر اللي عنا أو التقنية اللي عنا عم نقدمها هي بتفيد كل الناس. بصراحة حالياً للنساء والأطفال على بما نجيب كوادر شبابية، إما نحن مندربهم أو بيكونوا مدربين. الخطوة الثانية رح يكون في قسم للرجال مبدئياً بصراحة للنساء فقط، بس بوقت قريب جداً جداً إن شاء الله بيصير قسم للرجال، لأنه كمان هن بحاجة. نين هورساغ بصراحة إنه هي اسم أول امرأة عالجت الناس وشفيوا على إيدها، عالجتهم بالأعشاب والطاقة. هي كانت برؤوس الجبال تعيش، وهي صارت مثل علم من أعلام الشفاءات يعني اللي بيعالجوا، فاخترنا اسمها يعني من هالباب. لا بصراحة أنا شخصيا ضد العلاجات الكيميائية، أنا ما بقول هي غلط، ولكن أنا على حالي ما بطبقها، لأنه بعرف أي شيء كيميائي بيدخل الجسم له مدار أخرى. بالنسبة إلي كمعالجة بالطاقة، أنا ماني ضد الأطباء ولا ضد الأدوية، بقول لهم بدهم يروحوا على طبيب وياخذوا دواء، ولكن أنا بحبز يكون كل شيء طبيعي. يعني إحنا عنا دعوة للعودة إلى الطبيعة بالغذاء، بالدواء، بطريقة الحياة، بالتعامل، بالسلوكيات، بالتفكير. لما نرجع للطبيعة بيرجع جسمنا طبيعي، وبيصير فكرنا طبيعي، بيصير عواطفنا طبيعية، بيصير سلوكنا طبيعي.